محمد نجم الثاقب رومان أبو الكلام من بنغلاديش. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم. محمد نجم الثاقب رومان أبو الكلام أزاد برومان من بنغلاديش الثاني في الفرع الثاني الأول ومقدار الجائزة 80,000 ريال. عبد الكريم أبوها أبو بكر من الكاميرون.